عبده ابن مركز الحسينية ومن نفس المكان تقريبا يعني. انت كنت شاهد عيان حادثة مجزرة بحر البقر، لو تكلمنا عن اليوم ده والخبر وقع الصعقة زي الصعقة على الناس، يعني كلمنا على اليوم ده. هو كان اليوم ده كان يوم 4 الساعة 9 وانا في طريق المدرسة، كنت في مدرسة الثانوية العادية، قصدي العادية الثانوية، وكانت الفترة فترة مسائية، فانا متوجه للمدرسة فسمعت الضربة كأنها بجوار بالضبط، لأنها كانت يعني كان بيني وبين مكان تقريبا 10 كيلو. وطبعا وانا في طريقي للمدرسة لقيت عربيات الإسعاف بتسحب يعني بتنقل الجرحى بسرعة، فتوجهت بدل ما توجه المدرسة توجهت للمستشفى، فلقيت جثث نازلة من عربية الإسعاف من أطفال الأبرياء. وكان يوم عصيب جدا لأنه كان مشهد بشع والعالم كلها كانت مذهولة بما حدث. كلمنا عن الدور الشعبي اللي قام بيه الناس. دور الشعبي طبعا الناس كلها هرعت للمكان، شايل أنقاض من فوق الجثث، واللي نقل واللي يعني حضن الجرحى ونقلهم الإسعاف، حتى السيارات الإسعاف يوميها ما كانتش كفاية، فكنا بننقل كان يعني لاني شفته أنا إن الجرحى انتقلت على يعني جرارات زراعية، مقطورات جرارات زراعية أو سيارات الخاصة، وكانت في هذا الزمن كانت السيارات قليلة، لكن كانش الناس كلها أي وسيلة مواصلات كانت تنقل عليها واحد جريح علشان تنقذه. والتبرع بالدم طبعا كل الناس هرعت التبرع بالدم للمساعدة في إنقاذ أرواح كان ممكن إن شاء الله تنقذ. دكتور احمد البهنساوي مدير المكتب الفني بمدرسه الحياه الحسينيه. يعني مذبحه بحر بقر الاطباء قدموا فيها اروع البطولات، لو تكلمنا عنها. طبعا يعني لا ينسى ابدا الدور الانساني والرائع للدكتور حسين الوكيل الذي انتقل على وجه السرعه الى مكان الحادث، يعني كان بيركب جرار زراعي المهم يوصل وبس، ومكث 10 ايام في علاج الجرحى في هذا التوقيت، فضلا عن دور طبعا عربات الاسعاف اللي بدات تنقل المصابين من المكان الى مستشفى الحسينيه المركزي. لان ليك ان تتخيل حضرتك مدى الوحشيه والبشاعه، خمس طائرات من طراز F4 فانتوم تقذف ثلاث فصول بخمس قنابل، وزن كل قنبله 1000 رطل يعني ما يساوي 700 كيلو جرام، صاروخين بيقذفوا في مدنيين، واليهود هم اليهود كعادتهم دائما، اسرائيل تتنصل، والكاله الصهيونيه تعلن ان ده يعني حدث خطا وغير متعمد، لكنه في الحقيقه طبعا كان ضمن عمليه ممنهجه ومعروفه واطلق عليها مشيده هي الاسم بارها. طبعا يعني طبعا هي مجزره لا تنسى على مدى التاريخ. يعني انا بس عايز استلهم واسقط الاحداث على الواقع بتاع النهارده.